أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء. يقول أحسن الله إليكم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء، والثاني قال لا آكل اللحم، والثالث قال أصوم ولا أفطر، عن تركهم المباحات. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن المقربين هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المنهيات وتركوا بعض المباحات، فمتى يكون ترك المباحات تقربا إلى الله تعالى؟ ما قال تركوا المباحات، قال تركوا بعض المباحات. إذا ترك بعض المباحات من باب الاحتياط هذا طيب. نعم.